هبطت الرزمة بالزربة وخشيتها في القفة ورجعت غطاتها بالمنديل ديال الخبز، وتم ترجع لداخل ما جات فين توصل حتى بانت العتيقة داخلة من الباب البرانية ديال الفيرما. مشات بالزربة لعندها سلمت عليها وانتقات بالزربة وعينها حاضية اللي يشوفها شي حد. عتيقة مشي مشي معايا بالخف، جراتها من يدها ومشى بخطاوي مزروبين وغير دخلت الكوري سدات نيفها. ياك لاباس اختي فيروز، شني كاين؟ شوف نطلبك طلبي وما ترداش لي في وجهي وما تخافش غنتهلا فيك، غير قولي شني كاين ولا قديت نعاونك في الله في سبيل الله. لا لا ضروري نعطيك حلاوتك، المهم نتينا غير سمعني مزيان وطلق معايا بديناتك. عودت لها كاع داكشي اللي بغات تقولها بالتفصيل الممل، وفي كل مره كتكمل هدرتها حتى كتزيد تعجب منها وما نواتش منها نهائيا داكشي اللي غتقول فيه. من الاساس في البلاصه جاوبتها، لا لا اختي فيروز اختاري من هادشي ماشي نتاعي وما نقدرش عليه، غير اسمح لي انا درويشه وكنفتش غير على طرفه الخبز، ما قاداش هي على المشاكل وهادشي اللي انتينا كتقول فيه ماشي خرجي لحياتي بخدمتي، اسمح لي ما نقدرش. عضات شنوفته وهي كتحس بخيبه امل وحيره، رجعت تقوس حواجبها وبدات كتقلب القفه حتى جبدات مرز مسرت ديال الذهب ورات لها. يرحم يمك عتيقه ما عاوني وحلاوتك، ربي الحبيبه عتيقه تتقطع بيا الحبل وما بقيت جبرت كيف نعمل، انا ما نقدرش نعيش مع واحد قتال. شدت لها يدها وحطت لهم حطت لها فيهم وهي كتمنى وتدعي غير تقبل، ولكن شوفات ديال عتيقه ما كانوش يشوفات اللي غيعطيوها شي امل. شافت وحده رات عينيها لديك سرت لها ورجعت شافت فيها، غنعاونك بشرط تختي فيروز، لا مشاو تجبروك ما تعرفني ما نعرفك، ما تقولش ليهم انا حاونتك. علاش حنا شني جمعنا من غير الثوب والخياطه؟ صافي دخلات هي وعتيقه من مور ما عطاتها التليفون وشدات منها شي ثوب دايره بهم الصبه ومغطيه بهم الرزمه اللي وسط القفه. شافت فيها وناتت لها بعينيها، جيت ماماها اللي كانت معايا من توجعات عتيقه سدات عينيها بمعنى واخا، ولكن في الحقيقه ما كانش مرتاحه لهادشي، خايفه غير جبت سميتها وتقول لها عاونتها. توكلت على الله ومشات عند لاله فخيته اللي ملاهي مع الوسة اما فيروز، سلست بالزربه للبيت باش تخبى ذهوباتها اللي كانوا كاملين مكمولين هاد المره، ورجعت هبطات بالزربه وقفت حدا ماماها اللي باقا كتهضر مع عتيقه وعلى ما فهمات السيده مازال ما جبدات الموضوع مع امها بمره. لاله فخيته بغيت نطلب منك طليبه وحشمت من وجهك، والله ما عرفت منين ندخل لك في الموضوع، ما عندك علاش تحشم بنتي؟ طلب شني خاصك بحالك بحال بنتي زبيده. قلت لك اما ما غتقول لك والو عليه، داكشي ماشي شي حاجه كبيره، غير قولها قولها. لا لا فخيته انت عارف عندي يما مريضه وهي انا اللي كنصرف على خوتي نمشي ليما للدواء. شفت فيروز وهي كتعاود نفس الهضره اللي قالت لها تقولها بالحرف الواحد، عندنا واحد البلاد زارعين فيها شي خضيره وكنبيعوها في السوق وتنتعاونوا بها على الزمان، بالحق هاد الايام ما بقاش عندي الفلوس ما ينشي لا حتى شي حاجه، يا يعني نعرفكم نفس الدار الكبيره ما كتردوش اللي يقف عليكم ولا تبلعوا في وجههم الباب، هذا علاش كنت سقسيت فيروز على الكوري اللي عندكم. تبارك الله الله يقوي الخير عندكم الغنم والبهايم وما كتجبروش مشكل مع الماء. شفت فيروز وهي كتسناها تكمل الهضره وحتى هي بالزربه نطقات بلي ما تسنى، ما العيله تعتقني محتاجين شويه الغبار، واش ما حنا ماش نحزو فيها البعوره البهايم اعزكم الله. تبسمات العتيقه ابتسامه كتدخل الخاطر ونطقات، ما طلبتيش الغالي يا بنتي، لكن غير هادشي انا ماشي نهضر مع واحد من ولادي ويعاونك توصل الغبار حتى لفين بقى. الله يكثر خيرك يا لاله فخيته ويقوي عليك وعلى العائله نتاعك، وما نزيدش نعذبكم معايا، كاين واحد خالي عنده كروسه نهضر معاه ويجي يعاونني. انت تعرفي يا بنتي الكوري راك بنتي عارفه مطعو، شوف النهار اللي تقدر تجي فيه وجي خذ اللي بغيتي منه. وانت شني باقا كتعمل هنا؟ مشي لعند مرات خاك، صبر عليا تنجي لعندك انا والمراه. انا ما شامه بدات كتمشى وينا حاضينهم، ما تعملهاش من نقل الصوب الحق، واش نقدر نقول له يجي اليوم؟ انا لا فخيته هو ماشي دائما عنده الوقت، شوف الوقت اللي يليق بك بنتي ما تنساش تجي لحصرك مع الروضه. دارت راسها طلعات وغير بنت لها عتيقه تفاهمت مع امها، وتما تغدا تبس بسلاح تاجت لعندها جرات لواحد البيت لتحت وسدات الباب. شني قالت لك؟ صافي غتجي ما تخافش، غنجي ونجيب معايا الكروس اللي قلتي بالحق يا مشكل. شني هو؟ قالت لي ما كنتصبر حتى العشيه لحقت غتمشي تهضر مع شي واحد يجمع ليا الغبار باش تسهل عليا الماموريه. شني عتيقه اش من عشيه ولا ليا هديك؟ الله انا عرسي الليله والعشيه ما عنديش كي نخرج، ما يخليونيش يمسين، عارفه غيعملوا لي حصه باش يزيروني ويلبسوني. وهدرت مع اختي فيروز وحاولت بالحق ما قبلاتش، قلت بلا ما نتعذب راسي وتخليني انا نتكلف ونجمع كل شيء، وقالت لي بركه غير خالي غير يهز الثقل في الكروسه.
مشكلة هادي فضيحة هادي كي غنخرجي يعني. انا العشية ما نقدرش وما عنديش الفجوة عتيقة، انتي نعرف ماشي يجيو لاصقين فيهم غيفرقوني شي. شني غتعمل؟ يا يعني عملت لي في جهدي بالحق، يما قالت لي كاين تما لي ما نقدرش نحط عليه يدي، لحقاش الناس خرج شي لاخر خاص لي يجمعوا لي. لي جلست فوق الناموسيه شدت راسها بيدي حتى صافي قالت لقيت الحل، وبدات كترفع من سقف الامل ديالها، وجات مارست لها كل شيء. بدات كتهز رجليها بتوتر، حست براسها حصلات وحست الطريقه باش فكرت تهرب، ضربات على الحساب من جميع النواحي. صدقت فيها واحد المشكل وما طاحتش على البال. ما هي فا واخا هكاك كانت غتصبر وتغطى مزيان وترد مراتها في الكروسه بالغبار ديال البهايم، غير باش تخرج تقدر تخرج بلا ما يشوفها. وفي الاخر صدق حتى الخروان ديال البهايم ما قابلش عليها. بدات كتفكر فين وش من وقت تقدر تلقى الفجوه، ما كانتش عارفه بمره، حيت ما عندهاش شي فكره امتى يقدروا يخليوها تنفس. هزت راسها وشافت في عتيقه، عتيقه انا محتاجه التليفون ضروري ضروري يا صاحبتي، وتعطيني فلوس مشي نشريك واحد. سلفت عتيقه التليفون ديالي في حين قررت باش تباني التليفون ما على الاقل يبقى على تواصل. اما فيروز مشات لعند امها اللي كانت جابت المراه اللي دارت لها التقاف بخيط المنسج ديال بوشرويط باش تحيدوا لها على حساب معتقداتهم. داكشي اللي خافت منه واللي طاحت فيه، غير سالاو معاها وما كي تقشقشوا عليها بنات العائله والنقافه اللي جات كتبغي غير تلقى شي فجوه تسلك منها كيسدوها عليها، كتسالي معاهم من حاجه كيشدوها بحاجه اخرى. شتات البكي على هاد الحاله اللي هي فيها، على هاد الهضره ديالهم على اللي دخلتها وعلى التوصيات اللي كيبصيوها. الضحك ديالهم عالي ما حملاتوش، حيت ببساطه كان كي تمحور على واحد الموضوع واحد، وهذاك الموضوع هو اللي ما كانت حاملاه ولا قابلاه. تعاجت العشيه والفرحه كانت مرسومه على كل وجه كبير وصغير، والفيرمه ديال الحاج قاسم ما عدا فيروز اللي مكمره وجهها عابس صغاريته تعشق على نبي كيتسمح حتى لفين وفين، وهادشي غير ما كيزيد يخلي قلبها يتزير. وخلاص فجات زبيده كتزغرت حداها، تففات وقلبت هنا على الجنب. زغرت هي موكا بلاش عامله العرس، ما تنسيش الهم وانتي باقا في هاد العمر فيروز، ديريها في يد الله، هو قاد بكل شيء. العرس هذا والناس ناشطين، شط حتى انتي ما تخلي حد ينكدها عليك. سهله تقولها بالحق، صعيب تعملها. خلاتهم كيوجدوها باش يخرجوها لعند العيالات على برا، وعقلها باقي كيفاش غتخرج من وسط هاد البنات والنقافات غير تبعاها وزبيده اللي حتى هي ما فارقهاش. حست بالخنقه من حتى الفاس سالاو لها وجلسوا وسط العيالات. زينها برز كثر مع الماكياج اللي دارولها، ولكن كان باين اللعمه باللي هي ما فرحاناش، ولكن شكون يديها فيها في تقليقتها؟ العيالات ملاهين غير مع الغنى والتعارج والقوالات والبنادر، عطينا الشطيح والرضيح، ومره مره تجي وحده لعندها تبارك لها ولا تدعي معاها ولا تعطيها شي كادو. بقات على داك الحال حتى بانوا لها اللويسات داخلين مع الباب، ومعاهم بنيته صغيره وولد صغير، كان ولاد لوسته الكبيره، وبطبيعه الحال كانت معهم حتى مرت لوسها خاتيمه وجدات عيد اللي كان باين عليها فرحانه بفيروز. فيروز اللي ضحكت لها في وجهها، ولكن غير بالصواب، اما هي ربي اللي عالم بها. الوقت اللي مدوزه هنا والوقت اللي بقى لها باش تمشي تبرز حتى عيد كانت كتحس بيه بحال اخر ايام كيعيشهم شي مريض وكيتسنى الموت المحتم. داك الوقت اللي ما بغاتوش يوصلها هو وصل، ونوضوها ثاني باش تلبس اللبسه اللي غتمشي تبرز بها حداه. اللحظه اللي غيتخلطوا فيها نسى مع الرجال، حسات بمصان كرشه كيتلوى عليها بالحريق، حتى المشي كيف الناس ما قاداش تمشاه. الصهده بدات كطلع معاها والخنقه بدات كتشدها، شفتهم كيبدلوا لها حوايجها وما قداش شد دموعها اللي غرقوا لها عيونها، وعطاوهم واحد اللمعه ديال الحزن كتقدر تفرزها بوضوح، تعرفها فعلا اللمعه حقيقيه وماشي غير مصنعاها. ردت لها البال اميمه اللي كانت معاها وعزات عليها، ما تبكيش يا فيروز، ديري يقينك في الله وما غيكون غير الخير. اي تمرت خايت كل مره كنقربي غينجيني من هاد الزويجه، وتا حاجه ما كتوقع كلشي يمشي معايا بالعكس. شنو عملت في حياتي؟ شنو واخا كون قتله روح ما يبقاش يدير لي هادشي كامل. يا تبكيش، خرج واحد شويه، الله يرحم الوالدين. هاد الزحام في البيت غير ما كيزيد يستريسي البنت. داروا بكلامها وخرجوا من البيت مخليينها غير هي وياها وزبيده اللي كانت باغا تهضر، ولكن هضرتها عارفاها ما غتعجبش فيروز. راني فاهمك يا فيروزه، وحاسه بيك ولفي ماماك ولفتي ماماك واختك والعيله ياك، ولكن حبيبه ديالي راه غيجي النهار اللي حتى واحد ما غيبقى لك فيهم، والديك ما غيدوموش لك، العمر كيطير اليوم ها هما معاك غدا ما تلقايهمش، خوتك كل واحد باقي غيعمر على راسو، انت ماشي هيدا مرت خاي، ماشي هيدا.
كون زوجوني لواحد اخر ولا ما نقول حتى حاجه بالحق، ما نقدرش نعيش مع واحد يماجي بحال هذا، ما نقدرش نشوف راسي معاه واخا يكونوا جبروني في طر الزبل ما يلوحونيش هاد اللوحه. شنو نعمت لهم يا انا؟ علاش يا سيدي يا ربي؟ علاش ما كاينش شي حد اخر من غير هذا؟ علاش ما فتش على شي حل يحلو بيدي ما يدخلنيش انا وزبيده ولا غزلان ولا شي واحد اخر؟ علاش علاش كنت سخنقه مرتخه، يقسم بالله كنحس بقلبي على حجره ثقيله كتصطم علي هيدا في قلبي. تحل الباب وطلعت عليهم النقافه والناس كيسينو على برا، يلاه نتكافاو مع الوقت. شنو غتخرج بهاد الحاله؟ خليهم يتسناو ولا بغاو يتسناو؟ فيروز نوضي معايا نغسل لك وجهك، لربما الماء بارد يهدنك شويه. ها زبيده تجيب لك كعب غزال، كولي شويه باش تلقاي الجهد اللي سوق فيه بعلاج ليك. صافي حبيبه، عافاك بغيت تمشي غير البيت، نبقى فيه غير 5 دقائق بوحدي على الاقل، نحس براسي حره غير 5 دقائق. خذي وقتك حتى تحسي براحتك ارتاحيتي. ناضت بسمة خفيفة باهتة ترسمت على وجهها وعنقت أميمة، تحركات من تم ومع خرجات من البيت لقات منات عماتها وامامها واقفين كيتصنتو كيوشوشو. ما دازاش فهادشي نهائيا، مشات دخلت البيت وسدات عليها الباب، مشات بالسربه جبدات التليفون لقات عتيقة مصيفطة لها ميساجات هما من تليفون امها. رجعت كتبات لها ميساج بالزربه، فينك؟ واش الكروسه في الكوري؟ كاينه في الكوري، واش ما غتجيشي؟ مشي الكوري عينيني انا مهجة. جبدات الرسمه ديال التابلي عندها وبدات كتلبس وتزلق فيه حتى ما بقى لها فين تزيد. لبسات مضامها من تحت تكشيطه وزادت لبسات وحده ديالها من فوق هنيت، اما داكشي اللي بقى لها مشات جبدات فوطه من ماريوها بالحيك ديالها اللي طواتو ودارتو من فوق الفوطه وحطات فيه دهبه اللي بقى لها ورجعت طوات عليه الفوطه عاد تما تخرج من البيت وهي باقا كتمسح في الاثار ديال دموعها. خرجت من البيت لقات امي ما كتسناها، واش نقدر نمشي نخوي عليا شويه الماء بارد؟ والله ما عندها حتى انا مرات خايمه حاساش براسي مزيان. دورات راسها كتشوف من الكافه ورجعت شافت فيها، كانت هذه اقل حاجه ديرها معاها. واخا فيروزة بالحق ما تعطليش صافي، تبسمت لها ابتسامه باهته وهي حاسه بالذنب من جهتها. شكرا بزاف مرات حي، حقاش ما خنقتيني شي بحالهم. هبطت من تما ومشات للدوش، وفي الاثناء اللي هي دخلت للدوش وبدات تحيد تكشيطها باش تلبس الملحف، كان عز جالس في واحد الطبله من الطبالي اللي كانوا مخصوصين غير لضيافه، واللي ما كانوش اي ضياف، ضياف وزهنهم ثقيل في البلاد، منهم البرلمانيين السياسيين ومنهم الناس ديال المخزن وجوج جنرال وكولونيل وبيناتهم قاضي. شي حاجه اللي ما كانتش شي حاجه غريبه عليهم، حيت كلهم جمعهم الفساد وكلهم عندهم مصالح متبادله. من فوق الطبله كيعطيو للشعب هضره وجه في الشكل، ومن تحت الطبله كتكون هضره اخرى باللغه الدرهم، اليورو الدولار والدينار. كان جالس معاهم حتى حس بالفيرور ديال التليفون وجيبو جبد كيشوف شمن ميساج وصل ليه، وما كان غير الميساج اللي كيعلمو بلي ديك النمره اللي كيصوني عليها شعلات. خلاهم كيهضروا بيناتهم وناض من تم، خرج من الخيمه وتوز ديك النمره حتى التليفون في ودنيه وقصد الطوموبيل ديالو في الوقت اللي كان التليفون كيصوني كدليل على ديك النمره شعلة. فهاد الاثناء هو اللي كان كيصوني على ديك النمره، كان رائد حاط التليفون غير حماق بالتقلب على النمره ديال الفيكس ديال نوره باش يوصل لفيروز. كان الحل الامثل عنده هو يرجع لديك النمره ويقلب، تما بحكم هو عاقل باللي عنده مسجله فيها. سمع التليفون كيصوني ومشي يشوف شكون النمره، ما عاقلش على راسو فين شايفها ومن الاساس ما دخلهاش عنده. الو، حي التليفون من ودنيه ولقاه مولاه وقتاه. بقى كيقلب لقى بلي ديك النمره فايته مصونيه ليه شحال من مره، دخلوا الاجف فيها وشك بلي ممكن يكون شي حد كيعرفو. رجع كيصوني فيها وهي ويلقاها طافيه، بدا كيقلب على الفيكس ديال نوره وهو متوقع بلي اللي صونا عليه طفى ليه التليفون شويه وصلو ميساج عيط لي فهاد النمره انا فيروز. الضحكه وصلت لي حتى لودني فاش قرا داك الميساج دغيا صوني عليها. يا حبيبتي يا فيروز، وين الغيبه؟ شلونك؟ كيف احوالك؟ بقى ديك لابيل دايزه ثواني معدوده، اسمع فيهم غير صوت موسيقى بعيده شويه. لا تقولي لي تزوجتي. بقى كيتسنى شي حد يرد عليه ولكن ما سمع والو بمره من غير صوت الغنى. تقطعت ديك لابيل وما فهم والو، بقى كيشوف التليفون وعاود دوز النمره باش يشوف اش كاين ولكن لقاها طافيه. ومن بعد عيط عليه وقال له اجي عندي لهذا العنوان. مين انت؟ انت اخو فيروز؟ بدا كيتسنى الجواب شويه ويسمع واحد الصوت ديال الضحك، ضحك رجولي ومولاه بحال كيضحك من نيته، ولكن في الحقيقه ضحكو كانت ديال الفقصه. غابت ضحكته وكتاس صوته نبره جليديه بلاصة ما تخفي داك الغضب اللي شاعل فيه زاد تبرزاتو. شكون انا؟ انا اللي غنسني لدول ديك الورقه ديريكت اللي عند عزرائيل. ما تصدقش راسك بديك الهضغيس، انا جاي نردم
والديك في البلاصه اللي راك حاضرش لك عليها كانت هادي اخر هضره تقالت قبل ما يقطع رائد لابيل. بدك يقلب على شي كار ولا شي ويل كحل كمية مبقى ليه تم والو. هز داك التليفون خبطو مع الارض حتى تبوم بعد جوج خطرات جاب الله داك التليفون غير عدا نوكيا بيل اما كون رجع فتات وجتات. اما عند فيروز كان عندها تقدم ملحوظ في البلان اللي بلان اللي مبلانياه. هاد الدقائق اللي دازو دارت فيهم شلة خطوات اللي كان منهم. هزت شي طاولة حتى من الشريجم الصغير ديال الدوش وزادت لبسات الحيك ديالها وطلت واش كاين شي حد. بنت لها اميمة واقفة مع زبيدة اللي بدورها واقفة مع الطيبة. تسلات من تما وخرجت بخطاوي مزروبين وقلبها كيزتح. كتسنى غير شي وحده تعيط لها من ورا ظهرها. بقاو كيفصلوها على الباب دخلني خطوات قلال وقلبها كيضرب في 90. ما ارتاحت حتى قدرت تخرج بنجاح. مشات بالزربه لجهه الكوري وهي كتدعي وتطلب عتيقه تكون تم. ومن زهرها لقاتها كتسناها بالكروسه. اختي فيروزه فين تعطلتي؟ تا قلت ما غتجيشي. غير سكتي رحمي يمك تنخرجو ونهضرو تتشبع. سدت الباب ديال الكوري وتخشات في الكروسه بالزربه وحيدت الحيك ديالها باش تغطي راسها من دوك الخروان ديال البهايم. وعنقات ذهبها وحاولت تنعس نعسه اللي تقدر تنفس فيها فاش تخنق وهي عارفه راسها غتوسخ. وهادشي اللي كيقززها ولكن داتها الضروره اللي حتمت عليها بهذه الطريقه هي لو تكون وسيله نجاتها. واش متيقه من هادشي باغا تعمل؟ غير حطهم عليا رحمي يمك. بالحق ما تحطش بزاف تقول لي نمشي نموت لك. تنهدت وحلات الخناشي اللي عمروهم لها وبدات كترمدها بداكشي اللي فيهم بالبالا. وحتى هي الخلع شدها ما قليلاش وما حبسات حتى حسات براسها غطاتها بشكل كافي. ثم جرى الكروسه اللي كانت ثقيله خرجتها من الكوري وهي كتدعي وتطلب الله ما يعاقب احد. وبدات كتعرق بالتوتر هي عارفه مزيان كيف ما كان الحال. فيروز راه بنتهم ومنهم وفيهم ايوا وهي والعقوبيه اش غادي يوقع. صرت طريقها وزادت دفع ديك الكروسة حتى خرجت من الباب البرانية. وأخيرا دارت الجهة اليسار باغا تحرك ويوقفها صوت فاروق. باقي ما سالوش الفيروز قلبها حسس بحبس لا هي لا اللي مردومة في الكروسة. بقدتها الصهدة ديال الرديم زادتها الصهدة ديال الخلعة اللي حاسة بيها وخايفة غير عتيقة تفرجها. حركات راسها بمعنى لا والخلعة شادها من صبعها الصغير حتى راسها خلاها بتم داخل. وحتى هي تحركات من تما هي كتحمد الله وتشكر الله شوية ويرجع يوقفها. انتي ما معروضة اش كديري بديك الكروسة؟ معروضة سيدي بالحق ماش نعطي الكروسة لواحد سيد ومن بعد نرجع للعرس. اما هي فهاد الاثناء بدات كتزرب بديك الكروسة قريبة تولي تجري بيها. وفيروز غير مصبرة راسها وكتسنى غير امتى يبعدو باش تقدر تنفس حتى صافي ما بقاتش قادرة تزيد تصبر. وهي تخرج راسها وشهقات شهقة طويلة بحال شي واحدة ترجع من الموت. مع بغات تهز راسها باش تزيد تنفس ويبلع عز خارج من الطوموبيل سو بالخلعة. رجعت خشات راسها بالزربة بلا حتى متغطية بالحايك اللي كان حاميها باش ما يقيش لها داكشي وجهها. حست بالردة من ديك الحالة وسدات فمها باغي غير تسلت وتفك ومرتحت وتهنات حتى حست بالكروسة وقفات. صافي اختي فيروس غير هبط. هزات راسها من تما ونادت بالزربة باش تهبط من الكروسة. ناسية راسها بلي راها لابسة غير واحد الشورت بيض مع سميتها تبويض. وبدات كترد حتى قربت ترد المعدة ديالها. دزات في الأرض وبقات كتمسح وجهها ويديها باش تفك من ديك الحالة اللي عمرها في حياتها ما وصلت ليها في الحقيقة. ماشي وقتو هاد اختي فيروز. ونوض بالزربة مشي قبل ما يعرفوك ما كايناش في الدار. خاك سقساني عليك ما خلصومش بزاف الوقت يعرفوك هربتي. المهم اختي انا وانت من هنا ما تعرفني ما نعرفك عطيني غير تليفوني. ناضت من تما ومشات كتجري هزات الذهبه والتليفون والحيك اللي لاحتو اللي ولا حالتو وعاف تهزو في البدايه ولكن كان ضروري باش تلقى باش تغطي راسها. صبر فين نعيط لصاحبتي؟ خاف يديك اختي قبل ما يعرفوني ما كايناش ويشكو فيا. جبدت التليفون ودوزت النمره النوره اللي جاوبتها في البلاصه. فينك واش خرجتي؟ غنعطيك النعتابه في ميساج وغتجبرني بداك الموضح. بدات كدور عينيها وجاي شي حد. اختي فيروز يرحم والديك مطلقني نمشي. اصبر يرحم يمك عتيقة انا كي بحالك مخلوعة ربي اللي عالم بيا. بدات كتكتب في ميساج حتى طلع النحت وعلمتها باش ما تعاودش تصوني في هاد النمرة ولا تصيفط ما فيها شي ميساج واخا يقولوا لها بلي هي فيروز. مسحت الميساج وعطات التليفون لعتيقة. شكرا بزاف اختي عتيقة ما نساش ليك خيرك ماشي مشكل. طريق السلامة اختي فيروز. تفارق وكل وحدة مشات في الطريق وحدة كتزرف خطاويها والتانية كتجري بتقول ما جرات. اللي شاركهم هي ديك الخلع اللي تملكات قلوبهم بجوج. بدات كتجري وهي حاطة في بالها بلي عتيقة تقدر تبيع بيها. وبلاص ما تمشي في الطريق مسرحة وباينة شوية هبطات مع واحد الهبطة
كلها خلاوات ما عارفه فين كتصطم، فين ما كان شي شوك شدلح في حيكها، وفين ما كانت شي حجره ولا حفره تعكلات فيها. بدات كتجري وتلهت ما حيلت عليهم لا يلقاوها ما حيلت لشي حنشي عضها في هاد الخلا والقيفه اللي كان كيتسمع فيه غير صوت صدامها وصوت ذهبها كيتخرشش خايفه. ما حبسات حتى وصلت للبلاصه اللي تفاهموا يتلاقوا فيها هي ونورا، لقاتهم سابقينها ونورا واقفه قدام الطاكسي بهذا في يد الحوايج اللي قاتل عليهم فيروز. حتى شمت ريحتها وشافت حالتها عاد فهمت علاش طلباتها عليهم. دخول طلعوا بالزربه وسدوا البيبان ومعها تعزلوا هكاك بثلاثة في الطاكسي اللي كان مسدود. وهي بدات عطعط الريحه ديالها قهرات مول الطاكسي حتى حل الشراج مشوج لحداه. الله يا بنتي واش هاد الريحه، حلوا الشراج حداكم. جبد المعطر بدا كيعطر الطاكسي لعل وعسى تنقص ديك الريحه. زلختها خاي غير مشي يرحم يمك. ديما راه الطوموبيل وتحرك من تم هو كيصوت وما عاجبو حال. اما فيروز تحضرت شويه بدات كتبدل عليها واخا عارفه راسها موسخه، ولكن على الاقل ما تبقاش لابسه داك الحايك هكاك. اما الفيرما كانت الدعوه ما كتبشرش بالخير. مشات اميمه كتطق في الباب ديال الدوش وما لقاتهاش. دخل فاروق كيجري ولقى غير يدو الريح. شمشم واش كاين الريحه ديال الشامبو ولا الصابون ديالها؟ ما لقات ريحه. رجع حتى يدو على الحيط باش يقدر يفرز واش طلق الماء سخون وطلق البخار ديالو اللي كيلقى الحيط ناشف. بمعنى السيده من الاساس ما دوشات ما غسلات. خرج كيجري وتم طالع في الدروج يديه مع التليفون كيدوزو واحد النمره سد معاك ديك الباب دابا نيت ما تخلي حد يخرج ولا يدرج منها كيف ما بغى يكون. اشال دوك جوج لي حدا باش يزدو الباب كون هاني. السي فاروق شي حاجه اخرى قطع معاه وشا كيقلب في البيت ديالها ما لقى حتى حد. بدا كيقلب بيت بيت. اما اميمه ما كانتش فاهمه من الاساس شو واقع وكيفاش خرجات. امتى خرجات واش شفتيها زبيده؟ يا ربي ما يكون صرا داكشي اللي في بالي اميمه يا ربي. طولت فيها الشوفه وبدا كيدخلها الشك وطلعت بالزربه كتقلب حتى هي. وهي شافتها حطات الطبسيل وكاس من يدها مشات كتقلب عليها في الجناب ديال الدار. بدات كترون الدواء لداخل والهضره كتكتال. فيرما تقلبات فعلها عليها وديك الباب براني اللي سدات ما كانش كافيه باش تسد الفام وتخلي الهضره غير بيناتهم. لا دارت بوم وكلشي عرف باللي هي هربات. ولكن فاروق كانت عنده حاجه اخرى وهو ختها غادي يدخلها بلاصه، لان عز قال لهم مرتي ما غاديش تدخل حتى الرجاله بوجهها يعني ما مغطيش. وفيروز زيزه كان ديجا كانت جلست حتى العيالات بوجهها معري وغادي يدمسوا القضيه. اما عند نوره من بعد ما وصلوا الفاسقة لاختي ما نمشيوش شي بلاصه بعيده على هنايا. بصح نمشيو الرباط مدينه كبيره وبعيده شويش. خرج لك العقل على واش نسيتي ديك النهاريه داك الزبل مول الطاكسي اللي كان يبسنا سمعنا وقنا قال الخايف ورق لا ماش نشوفو مدينه اخرى حسن. ضربتها اللي جبتها بيدها دلاله على نسيانها. الله يا ربي مشى لي بالي اش ماشي نقول لك عتل داك مول الطاكسي غباره. قول لي انورا شني بالك مشيو مراكش مدينه بعيده على هنا وما يعرفنا فيها حتى شي واحد. بصح نمشيو فيما بغيتي المهم بعدو تعتقني تعتقي روحك من داك القتال. شدوا الطاكسي وماخاص ديال المحطه ديال الكيران كوجهه اليوم. ما عندهم حتى شي فكره على التقريبه اللي مقربه اللي مقرب لها من موراهم. كانت على العافيه في ولاد الحاج قاسم بكبيرهم وصغيرهم وخاصتو الفام ديال الناس وما عطاهمش الفجوه منين دوزو لهم يضربوا في عرضهم اللي نعلموهم بلي العروسه غادي تخرج منها شويه الفوق في البيت اللي كانت غادي تكون فيه فيروز. دابا كتلبس باش تهبط للخزانه كانت كاتبه بلاصه اختها اختها غيزله اللي سالوا لها اخر لمسات هما مزيرين وسادين عليها باش ما يشوفها حد من غير اختها. ومرت خوها والنكافه اللي كان هذا سر من الاسرار اللي غتديهم معها للقبر وما تخرجوش شي واحد كيف ما بغى يكون. هبطت ليها النكافه هذاك الزيف على وجهها باش ما تبانش وخرجوا بها كيصليوا على النبي متصنع الفرحه والضحكه الصفراء بحال ما وقع والو. اما واحد لاله فخيته ما عالم بها غير الله مصبره راسها غير بزز باش ما توجهش ليها الانظار وبنادم يعيق ويفيق باللي واقع. في الحقيقه ما بغاوش يزيدوا يطولوا هذا العرس وكتافوا غير بزوج لبسات بلا ما يركبوا الخوات مدايرين السبب اللي تربوا في النهار دربس الكاغط. خرجت قدام انظار الحاضرين ومن بعد الوداع اللي كان كله كذوب في كذوب مع والديها والعائله طلعت مع عز وتحرك من تم بالطوموبيل حتى بدات كتفرتك الشقله واللي عنده شي دار راه وصل ليها. كان راك في الطوموبيل وحده غيزلان طريقهم كان الطريق من غير طريق الدار دايرين السبب الدار ديالو بوحدو اللي غادي لا. ولكن في الحقيقه هادشي كامل كان غير باش ما يسبعهم حدا لما تخوى الدنيا شويه ويرجع للدار. ما شرك معاه الهضره ما هي هضره سمعها من الاساس عينو على الطريق ويدو مخرجه من الشجم كيضرب فيها الغربيه لعل وعسى تبرد
داك الحر اللي كان سببه دمه اللي كيجري في الماراثون وسط الحروق ديالو. سكات وسط الخيمه وداك الصبر ديالو اللي صبروا من فاش سمعوا ودني الهضره ديال مرات الكولونيل هربات. ما كان الصبر عادي، كان عباره عن آلة ضغط كتزيد وتورك على كل خليه عصبيه في الذات ديالو. كان عارفه هربات ومتيقن بلي الهضره اللي كانت كدور في الخيمه ماشي كذوب، كيفاش غيكذبها وديجا صيفط واحد يحديها صدق محصلها هاربه. الصبر ديالو في داك العرس وسط الناس وكيفاش كان كيهضر مع الناس بحال ما وقع والو كان بحال شي معجزه، وبغض النظر على العواقب الوخيمه اللي جايه من ورا داك المجهود الجبار اللي دارو وشد اعصابو بخيط الرقم من الزغبه، الا وانه فعلا ما خلى حتى شي حد يشك. اما فاروق بحال عقب عتيقه قال اجي معايا. طلعت معاه الصدى وبدا كيبان عليها التوتر لما نشوفات اللي كان كيدير فيها ولا من السؤال اللي سولها، وبالاحرى صدمها بيه. حاولت تخبي داك التوتر عن طريق تشوف بلاصه اخرى من غير فيه شني ماشي يكون فيها من غير الغبار. اسيدي ديك الخناشي اللي ديت لاح الخنشه من يدي حتى بغى يهضر يقول شي حاجه ويسكت. تلقي ودنيك معايا عتيقه، فيروز غتجي غتجي الا ما رجعتش هاد الليله باقيه من الله الطوال، ونهار غترجع ما غندويش معاها، هي غندوي معاها هاديك اللي غتسميها لي في ديك الوقت، وانا عارفك ما غتبغيش تعرفي اش غيتر من هذاك الوقت لهاد الوقت. شنو كان في ديك القصديره؟ شدت الترعيده والبكية وكل شيء تجمع ليها حتى الكذوب اللي تكذب ما كتعرف ليه. ما كذبتش عليك سيدي، قلت لك غير الحقيقه، ما كانت حاجه فيها من غير الغبار. ماشي مشكله عتيقه، الخلعه كديرها غنعاود نقولها لك بهضره اخرى، بان لي ريحه البهايم دخوخاتك. شوفي عتيقه، هي فيك يا فيها، هي انت تحطيها بوجهها واللوم نردها ليها يتسنى هي حتى وكان ترجع نخليها تقر، واللوم غتولي على ديك اللي كنتي بلاصه ما تجلست وسط الضياف. ناضت كتكرفص مع الكروسه ديال الغبار مخرجاها من الكوري التكشيطه. بعد شويه كيتكسكانيا ورجع ندق الخياطه ديال هاديه لهاد العام، السر اللي دايره تقطع لسانها تقطع، ما بقاش خدام. ديك الخلعه اللي ركبت فيها وهي عارفه مزيان عائله فيروش ماشي شي عائله كتمشي بالقانون، بدا فمها كيترعد عليها وغير كيهضر بلا فرانات. والله سيدي تقلت لك، والله سيدي اللي قالت لي اللي قلتي لي عملها نعملها. انا قلت لها ما تخرجش من الدار، هي بقات كتقول لي غيعاوني غيعاوني. والله سيدي ما انا اللي قلت لها هرب، هي طلبتني ما قدرتش نردها في وجهها. بالحق والله ما عرفت فين مشات، اللي عرفت هو كان صاحبته بنت الفقيه اللي ما جا لعندها بالطاكسي، ومي كان جايه حسيت بالذنب، ولكن ما قدرتش بالاساس تضحي على ود وحده اللي جا معها غير الخدمه. ما تقدرش تسبقها على راسها، خوات كاع اللي في الجعبه ديالها ما جا من فاسها سيدي. مع سمعتي كيفاش كرز على سنانو وتبرز الفك ديالو بشكل واضح، باش كنتي كدوي معاها وباش دوات معاها هي مع فيروز؟ كنا كنهضروا بتليفوني، ها النمره عندي. شفتي النمره؟ جبدت لي نمره واحده تاليه، ما شفتيش شنو من اللي في البلاكه ديال الطاكسي اللي ركبت فيه؟ الراجل اللي كان راكب في الطاكسي ما سمعتيش اش سميه؟ ما قدرتش يا سيدي نشوف لحقاش مشات بوحدها تلاقى معاهم. كان معاهم شي واحد اخر ولا غير بجوج؟ لا سيدي كانوا غير بجوج بيهم على حسب ما فهمت من هضرتها، هي اللي قالت. دخلها لداخل في المجمعين خوتو وباه لحق قدامه، كانت هذه اول مره تفهم مزيان فين خشات راسها. دورت عيني على خوت فيروز بخمسه وعلى باها، وهي كتزيد تصوري لراسها اش دارت وشكون عاونات. اللي عاوناتها ماشي وحده، باها درويش ولا مقطع من شجره، هدرتو معها ساعد قدام الباب وصلت حتى ليهم وعرفوها اش دارت. زادو حسوا مزيان بالقالب اللي طلع معاهم، كانوا باغيين يغززوها يبردوا فيها الحر ديال العافيه اللي شعل فيهم. جات خصهم المساله كانت صعيبه يدوزوا على بشي غمد الماء ولا يقولوا ليها الله يسامح سمعتهم. هما كرجال وسط الرجال وبالضبط وسط يعني دمتهم، وكيفاش كيشوفوهم بنادم وكانت كتهمهم يقدروا يغبروا عليها بنادم اللي باغي يطلع لهم على دارها ولا يبغي يحطهم في داك المقام ديال اللي جاي يقدر يدوي فيهم اللي جاي يقدر يزعم عليهم. حسك مين وسط الامور الوحده كيشوفوها هي السبب، باش وحده من بيناتهم ما عارفينهاش فين راه في هذا الليل، وحده اللي كيشوفوها بلي السبب اللي كان يخلي وجههم يبقبق وسط الغيس. ها هي عندكم كرموها وخلي فيها ديك النفس كتطلع وصابط حتى يجيز. راني دويت معاه لقيتو فراسو شكون عاون ديك خيتي، راني طالع الفاس نقلب على ديك خيتي وبنت الفقيه اللي معاها، خليها انا غندوي معاها. بنت الفقيه اش كدير هنا؟ ما هربتش وخوات تاونات؟ ايوا رجعت تدي معاها ديك خيتي، راهم في فاس دابا، هاني غادي معاك بحال الحقو عليهم، هاني جاي معاكم. مع عند فيروز جالسه في الكراسه اللي ما قبل الاخرين ديال الكار، وحاط راسها على الزاجه ديال السرجم حاضنه رزمتها ديال الذهب، وكتراقب بعيونها
المسافرين والكرة اللي حداها، في حين رحت راس على كتف فيروز وشد في يدي عيني على الشجرة اللي كنت تهزها من العالم. جالسين كيتسناو الكار يتحرك خلاص ويشد الطريق باش يهنا قلبهم غير واحد شوية ما تهناو حتى حسوا بيه بدا كيقل دقائق قلال. دازوها وخرج من المحطة وشد الطريق لمراكش. دازو دقائق ودوك دقائق تحولوا لسوايع ديال الطريق، الضو في الكار تطفى والأغلبية المسافرين نعسو كيما حتى نور نعسات كترتاح شوية ما عدا فيروز اللي كانت باقا مبلقة عينيها من الشجم ديال الكار، عقلها كله مع ديك الحريرة وروينة اللي بقات موراها مشطونة على ماماها وعلى صحة جدها، نوعا ما خايفة توقع شي حاجة بسببها. نهداتهم شبالها الرائد اللي حتى هو ما نعرفين غبر رائد يا رائد من ديك لابيلي وصلاتو من عز طفى ديك النمره الاولانيه وما زادش عليها ولا صون على شي حد وما فراسوش باللي دار داكشي اللي كان باغي يحس بالضبط. في البلاصه جمع قشاو شوف فاليسو اللي كانت واجده باش يسافر في الطريق لفاس ما ترسيس لو الطياره اللي عنده في الصباح لدبي. داز الليل بظلام وصلوا على خيل مراكش وما حطوا من الكهربطو قصوا في واحد القهوه تما في المحطه يفطروا ويعتقوا بوحبل ونقولوا نورا اللي باقي عندها الخاطر ديال الماكله والفطور، اما فيروز ما عندها منين يدوز. اون من بعد مشاو تيقلبوا على شي سمسار ودوزوا من واحد الدويره ها نتوما ابارتمان والناس راه ما كيجيوش للدار وراهم ابارتمان كي دايره عجباتهم. كانت نيس مزلجه ونقيه ومضويه ومتسعه وقاداهم هما بجوج. الفلوس تبقاو تصيفطوهم ليهم غير في البنك ما كان يصدقكم ولا يدق عليكم بنتي باش في وجهكم بنات الناس ونقيقيات هاد البلاصه وجيرانها غير تاع وجهكم. ربي خليك قولي يا غير فوقاش تقدر تعطينا ساروتا ياك الثمن بعدا جاكم وهداك تستاهل ثمنها. ها باغي يجي السيد اللي تكاتب معاكم غتعطيو التصبيغ ديال شهرين في الموضوع وغير تكتبوا صورتكم يكونوا في يديكم. غير قولي يا بنتي واش غيسكن معاكم شي باكم ولا خوكم ولا جايين تسكنوا هنا بوحدكم؟ غنسكنوا بوحديتنا والحق عندنا خمسة الخوت كبار منا ماشي يجيو كل مره يشوفونا كيف عاملين. العشيه ان شاء الله ما جيل باش يجيو لينا رحيل وقشاوشنا ايه ان شاء الله بنتي. فاروق وخوتو يوم يقلبوه ومشاو للموتون وما لقاوهاش، مشى لفاس وما لقاهاش، بقاو جوج موتون يا اكادير يا مراكش تقدر تكون مشات لوحده منهم اما فاس كان عارفه ما كايناش فيها. وهادشي استنتجو من هضره عتيقه اللي قالت لي بلي فيروز فاش بغات تهضر مع نورا على فين يتلاقاوها كتباتها غير في الميساجات ومسحات. ومادام فيروز عارفه عتيقه عارفاها غتهرب لفاس وهكاك ما تاقتش فيها باش تخليها تسمع البلاصه اللي غتعرض لها فيها نورا، يعني باينه ما تيقاش فيها وما غتغامرش وتبقى في فاس. فاس كان فيها واحد الخيط من الخيوط وهذا الخيط هو مول الطاكسي اللي هز فيروز من تاونات في نفس بالضبط. هذاك هو الراس ديال الخيط وداك الراس بالضبط هو اللي كيقلب عليه. نهار على نهار كيدوزوه هما في كل مره كيكتشفوا بلاصه جديده كيزيدوا يوطدوا علاقاتهم مع الجارات اللي حتى هما جاوهم على كانتهم ما يمكنش يدوزوا شي نهار بلا ما يمشيو لسح جامع الفنا. شهر بالليالي ديالو والصباحات ديالو هما كيقلبوا عليهم الرباط قلبوا فيه قنت بقنت والاثر ديالهم ما كاينش. بمره فاس قلبوش قلبوه راس الخيط اللي يوصلهم ليهم والو واش لقاوه لا عثمان عاونهم ولا مول الطاكسي اللي لقاو عاونهم في شي حاجه فيها المنفعه. كانوا قادرين يحطوها في مختف يجبدوها ولكن هادشي كيعني الشوها وهما ديك الشوها اللي هي اللي ما باغيينهاش. حدهم عرفوهم وصلوا للمحطه ومن تما مابقاو عرفوهم فين مشاو. كان خاص يديروا غير غلط صغير غلط واحد كافي وفي جبدهم من البلاصه اللي هما فيها. ومن هنا لذاك الوقت ها بنادم شتت من اكادير ومراكش يقلب عليهم. جالسين كيفطروا ويتفرجوا في التلفازه هنا كيتفرجوا لكن عقلها مع ماماها اللي ما عرفاتش كي دايره. تنهتز وحاسه براسها محشه محشه غزلان ومحشه فراشه ولكن شمن فراش بالضبط فراش اللي جاو عليها منه ولحوها لبلاصه اخرى. اما نورا حسات بها مقلقه وعرفاتها غتكون وحشه عائلتها وما كانش من داك النوع اللي يقدر يبقى مده طويله بعيده على عائلته وما عرفاتش صراحه كيفاش تزيد تصبرها. عيات ما تعمر داك الفراغ والو وجهتها كاع دير في هادشي. شافت حتى عيات وهي تنوض تلبس عليها وتنقبات ومشات طفات على البوطه وخرجت من تما وهي ناويه تسلف شويه في شم الهواء. هي رسونات على ماماها وسولات فيها ولكن ما جاوبتها شي واحد، جاوبتها غير غزلان وبقات كتفتف عليها بالهضره وهي تقطع خافت لي يكون حداها شي واحد. هابط في الدروج وعينها من التليف مع التليفون اللي في يدها كتكتب ميساج نورا. شوف فاش ترجع نطلع وتشعل على البوطه على البوطه الطاجين باغي باقا ما طابت. انا ما شاغينش بشويه جلاوة تخنقت ونسينا باقا معطله صاحبتي واخا تكون ماشا تسرد ليلو الفلوس من القويره. وصلت لتحت قدام الباب وخبعت التليفون زادت تمشت شويه لجهه العتبه وقفت كتشم الهواء وحاضيه واحد البنت صغار جالسه في العتبه كيلعبوا كريدات. تبسمت لها اراديا وجلست حداهم
بدات كتلعب معاهم بدوك الخمسه ديال الحجيرات وتقلبهم وتشقلبهم في يديها معاهم حتى نسات كاع اش كان مقلقها. سمعت صوت الروايه ديال واحد الميسيدي جي كلاس في الكري، وقفات غير قريبه ونادت من تم خليهم كيلعبوا باش ما تزيدش تطفل عليهم، ونيت باش حتى الا كان شي حد باغي يجلس ما تبقاش معمره ليه الطريق. بدات كتفرك يديها وبعدات من العتبه باش تخرج كتشوف شمن اتجاه غتشد الدور، عينيها يمين وشمال. شافت قدامها فين كانت واقفه ديك الطوموبيل، الشوفه اللي غادي تشوف فيها تم ما طحوينا غير في عينيه. لا عينيها خفاو عليه ولا الملامح خفاو عليها، حسات باضطراب لا في الاحاسيس ولا في الدرجه الواحد ديالها اللي كتحس به شويه وتفقدو، ولا في الحراره ديالها اللي كانت متناقضه. طلعت معها الصهده في حين اطرافها بردوا واحد البروده بشكل مع طحو عينها في عينيه. استوعبات طارت بجريه الفوق تستنجد اللي بالجيران ولادهم ورجالاتهم، هي كتطلع درجه هو وراها كيتلعب ثلاثه ديال الدراجي. كتسمع صوت خطاوي وراها وعارفه تابعه، وهذا الشيء اللي مخلي قلبها غيسكت بالخلعه. وحده من الجوج يا غتموت بسكته قلبيه بسبب الخلعه، يا غتموت بالخنقه ديال النفس اللي ما بقاتش كتطلع. ما جات في توصل الطاش الثاني حتى حسات بيديه شدتها من حويجها. الحاجه الوحيده اللي كانت باغاها الساعه الموت اولا تطيح في يديه. حسات براسها بحال غتغرق في البحر وسط الماء، ولكن في الحقيقه قلبها اللي كان كيغرق بداك الكم الهائل ديال الدم اللي تدفق فيه بسبب الخلعه والسخونيه اللي طالعه معها. ديك الشده اللي شدها كانت بحال الصفعه النظريه الاولى اللي خداتها باش تستوعب اش غيوقع من بعد الى مشى حتى ركبها في ديك الطوموبيل. وهذا الشيء باين غير من السكات ديالو، ما غوت عليها ما هدر حد، رجع شدها من دراعها وتم من هبطها من تم بزز. بدات كتحاول تفك يدو وكتنطق بصوت مرتعش مع عيون جفوفها كانوا كيرتجفوا. ما بغيتش نمشي معك، باش مني يرحم يمك، علاش ما بغيتوش يتفاهموا؟ جلست في الارض كتتمغط وتشد في الحيط باليد الثانية لعل وعسى شي راجل يكون طالع يشوفها معايا في كامل، ولكن داك الجلوس اللي جلست في الارض منفعها والو غير خلاه يبقى مجرجرها هكاك. ما كانش من نوع ديال الناس اللي عزيز عليه بحال هاد الشهات، ولكن قلبها اللي كان كيرجف اكتيفا غريزه البقاء عندها حتى ولات مستعده دير اي حاجه باش تفك. عرفت وجهها بدات كتغوص بصوت مرتعش ورقيق كتستنجد بالناس ديال العماره وربي اللي عالم بحالتها. غوتات بصوت رقيق بزاف، يرحم لك الوالدين، عفاك عفاك. راه بقات كتغوص بالناس عتقوني، وقفت بدات كتحاول تفك يديه. ما عفاك ما تخليوني نجي معايا رحم يماكم. تقطعات هضرتها وتسمع بلاصه صوت ارتطام شي حاجه على شي حاجه اخرى اللي يسمعوا من الدروج ما يعرفش ليا جاك الصوت، ولكن هي اللي كانت عارفه وحاسه به. ما كان هاد الصوت غير صوت صرفيقه شرك فيها ودنها مع وجهها حتى ما بقات كتسمع والو من غير داك الصوت ديال الصفار في ودنها بحال طاح لها الطونسيون. صرفيقه وحده خلاتها تحس بحال كتشلل عليها، ما بقات عارفه واش ضربها مباشرة للطبل ودنها، ولا ضربها الحنكة، ولا شركهم بيديهم بجوج، ولا ضربها بشي بالا، ولا كانت اللي كانت متأكدة منه وحنكة من سابع المستحيلات ما يزرقش بديك الترفيقة. شدها من عنقها وحمر حمر فيها بعينيه. كانت الظلام في الظلام. سدي حلقك وتركني وما تسمعش حسك، باقي الحالة لهاد الغوات والحيحة. رجع جرها من دراعها لجهة الطوموبيل وهي باقا شادة في حنكها اللي حمر وباقا مصدومة غير من ديك الترفيقة اللي عطاها باها اللي كتقول عليه صحيب وقاصح معاها، وعمرها سمعت عليه حط يدو على امها. ديك الترفيقة خلات السيناريو على قد يدوس قدام عينيها. الشريط ديال حياتها المستقبلية معاه كي غيكون ما كانش هادشي نهائيا كيبشر بالخير. ركبها لقدام وهي باقا شادة في حنكها، والصدمة باقا شادة فيها حتى داك الحريق اللي غتحس به في حنكها ما حساتش به. حرفيا فقدت الاحاسيس فيه، ولكن كان واضح وباين غير غيبرت فيها الدم غتحس مزيان بديك الدقه. مع دخلات هي تسمع صوت شي حد كيبكي اللور، دارت تشوف وما بانت ليها غير نوره، ما بقات فاهمه والو كيفاش حتى لقاوهم. شافت تركب حداهم صحات عينيها بكمام يدها وشات في بعيونها اللي كانوا كينافسوا وجهها في الحموريه. بغات تهضر تقول لي غير تمشي تطلع مع نوره اللور، لكن ما قدراتش. غير شافت تركب حداها وهي تتكمش جهه الباب من بعد عليه. طلعت رجليها من فوق الكوسان وجمعاتهم عندها وعينها كيشوفوا غير قدامها، في حين يد باقا شاده بها حنكها. ما فاهمش كيفاش حتى وصلوا عليها ولقاوهم، وهي متاكده 100% ما خلت حتى شي اثر من موراها. دارهم صونات عليهم بالمرس بريفي، والمسافه بين تاونات ومراكش ماشي شي مسافه قريبه. ما قالت لحتى واحد باللي غتمشي لمراكش، وهي عارفه باللي مدينه كبيره. ما بغاش يتفهم لا كيفاش حتى لقاوهم، والسؤال الصحيح هو كيفاش لقاو نورا. تحركت الطوموبيل من تم وبان لها جبد التليفون ديالو ودوش شي نمره فينك.
باقي في اكادير، باقي ما كاينش شي خبر عليهم. انت فين راك؟ في مراكش. حتى دوز المحامي تنخلي بنت الفقيه في الزاويه يعناو بيها، وحتى دوز وتهز من تم. سمعت واش قال؟ وتحل ودنيها، ما قدرتش تشد راسها وتسكت، وعينيها كيشوفوا فيها ويعاودوا يدوروا يشوفوا في نوره اللي كان حنوكه حمر باين فيها شبعات صرفيق. يرحم يمك، ما تعملش فيها هيدا، ما تفرقناش انا وياها. يرحم يمك. سمع هدرتو ورجع سمعت صوت اختو، حس بالدم بدا كيزيد فيه. لقيتيهم؟ ايه هما معايا. واخا انا جاي دابا. اللي ما فهموش، البنات اللي ما فهموش، الزاويه راه هي الكوميساريه. باقا ما فهمش نوره مسكينه اش وقع ليها وما استوعبش كاع داكشي اللي وقع، من فاش كانت واقفه في البنك حتى لدابا. قبل ساعات كانت دخلت البنكه عادي، شدت النوبه ديالها بحال الناس، عقلها مع فيروز واش غتكون دارت مع لاله فخيته، وعقلها معاها هي نيتو مع باها الفقيه واش غيجي شي نهار يسامحها. بقات تخميمات ديها وتخميمات جيبه حتى وصلت النوبه وقفت قدام السيد وحاولت ما تكثرش الهضره معاه. عافاك بغيت نصيفط هاد الفلوس لما غدوزيهم لمول الكراخاي. كان باين فيها بلي اول مره غتجي تصيفط لشي حد الفلوس. ما فهمتيش مادموزيل واش عندك الاسم الكامل ديالو؟ ما قولش اني اسمه باش نفهمك، اسمه محمد السالمي. مدينه فين كاينه؟ في العيون اخاي. عندك نمرة التليفون ديالو فين تصيفط ليه كود؟ كاينه اخاي، صبر نعطيها لك. بقات كتقلب عليها في التليفون حتى رجع نطق. الا ما كانش عندك شي مشكل ماشي ضروري يعطيني غير مرتك. عطيني الكارت ديالك مادموزيل. جبدات لها كارت وتصل عليه وهي كتسنى يسر بيها. خلاص شفت خداها مدة اطول هاد المره اكثر من المعتاد. رجع شاف فيها وعاود شاف لاكارت ورجع شاف فيها تاني ورجع شاف لاكارت، شويه هز لاكارت ديالها وناض. واخا تعطيني واحد دقيقه جلسي ليه تسنيني انا رجع ما نتعطلش بزاف. او مات لي راسها ومشات جلسات فين قال ليها، وهي مبات لها الابتسامه ابتسامه امتنان. شافته وقف كيهضر مع الزميل ديالو اللي حداه بجوج، شافوا فيها غير واحد خرج هضر مع السيد اللي واقف على برا ورجع لبلاصتو، والتاني دخل بديك لاكارت لداخل. بقات تما كتسنى واحد ربع ساعه وهي كتلعب في التليفون كتحاول تقطع القنت اللي عندها. سمعت صوت الباب تحلات وما عطاتش الموضوع اهميه بحكم راه في مكان عام فيه الناس داخلين خارجين. حسات براسها حتى وقفوا على جوج رجال بانوا لها غير من رجليهم، هزات راسها ما فاهمه فيهم والو. نورا سايح، شكون تينا خاي؟ معاك البوليس تحركي معنا للدائره. باقي ما كمل هدرتو غير سمعت ديك البوليس نادت براسها مخلوعه. البوليس؟ شني عملت؟ علاش نمشي معاكم؟ والله يا سيدي ما عملت شي حاجه، قولي شني عملت. حتى لي وتعرفي الاحساس اللي حساته كان بحال احساس ديال الشبع فجاه كيزندها حتى كيحس بالحلق مسدود. مابقى عنده فين يزيد غير الفرق بين حالته وديك الحاله، هي حاسه بالشبع من المشاكل وهاد المصيبه الكحله اللي ما عرفات مين سلطات عليها. مشات معهم قدام عباد الله اللي بقاو متبعينها بعينيهم هي حشمانه من راسها. كانت اول مره في حياتها تركب في الصافيط والواره، هي ما كانتش بوحدها تما، كان راكب معها واحد فيه واحد تخسيره على طول توجو وحده واحد البوليسي. الصافيط من الداخل كانت فيها واحد الريحه مش ما تشمهاش لا في سبيل الله، ريحه الكار واللي بقات شي حد يجرك فيها، ما ريحه الشراب، ريحه مدرحه وثقيله بحال مولاتها كانت راشه عليها فليتوكس بحال ريحه الصمان. باختصار كانت ديك ريحه اللي تمجه مع قصص ديال شحال من واحد ركب تما من غير هاد في هاد 24 ساعه اللي دازو. صطافيتو الكوميساريه كانت كتشوفهم في المسلسلات. مع دخولها ما حيدوا لها التليفون داكشي اللي عندها، دوزوها ديريكت للسيلول تتبرد مع راسها قبل ما يهضروا معها ولا يفسروا لها ولا حتى يسمعوا لها. هي اللي عمرها لحقت الكوميساريه غير مره واحده في حياتها كامله باش تصيب لاكارت. هيا فيها دابا. بقات جالسه تما وربي اللي عان بحالتها. بقات تما سوايع سوايع حتى شافتو هابطه هو واحد البوليسي اللي هيماجي كي كتقول ليه فيروز، هو اللي هبط الهيماجي بلحمه وشحمه. صرفيق اللي كلاتو في الكوميساريه حياتها كاملة طولها وعرضها في هاد 20 عام كاملة عمرها كلاس بحالهم. بها الصراحة ديال الله عم رحت عليها يديه، كان متساقي فيها الله. يمكن مرة ولا جوج كلات شي بسيم من ناس ما عند واحدة امها نفسه العام اللي باغي يزوجها لولدو، ولكن صرفيقته ما كانتش بحال هاد الخباطات ديال البوليسي اللي خمج لها وجهها بيدي سي نورمال. هو موالف يقرفد ويا مرة مرق رجال المجرمين. وعلاش هادشي؟ حيت رفضات رفض قاطع تعطيهم بلاصه ديال فيروز وفين كاينه دابا. رفضات من الاساس تحلف ما باي حاجه من جهتها. يمكن يكون ما كانش داك التليفون ديالها اللي فيه نمره الراجل اللي كرا لهم النمره فيروز، ما كانوش غيعرفوا فين كاين فيروز على الاقل هاد الساعه. العوده الى الحاضر باقي حسب حناك سخان بالدم اللي تجمع فيهم قلبها مفزوع مدعور ما عرفاش مصيرها ومصير فيروز اللي جالسه حداها. وهنا كنقول لكم تسالى هاد الجزء وعواشركم مبروكه، ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.